السلام عليكم متابعين الأعزاء، سنقدم لكم اليوم موعد أول ذي الحجة عام 2023 ميلاديا وعام 1444 هجريا ووقفة عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر معكم بنشر المزيد إن شاء الله. سيكون هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 6:38 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد الموافق 16 يونيو عام 2023 والموافق 29 من ذو القعدة عام 1444 هجريا وفقا للحسابات الفلكية. ويستمر هلال شهر ذي الحجة الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية. ويبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح ما بين 7 و44 دقيقة في العواصم والمدن العربية والإسلامية. وتتسلط لجان دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 16 يونيو عام 2023 من خلال عدة لجان متخصصة. وتكون وفقا للحسابات الفلكية غرة شهر ذو الحجة عام 1444 فلكيا يوم الاثنين 16 يونيو عام 2023. وتكون وقفة عرفات لعام 1444 فلكيا يوم الثلاثاء 27 يونيو عام 2023. وعليه يكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444 فلكيا يوم الأربعاء 28 يونيو عام 2023.